السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الحواسيب الكموميه. من سنه 2015 بدا حجم الكمبيوتر الكمي يقل، بس الفعاليه والقدره على المعالجه بتزيد. امكانيات المعالجه والتخزين في اي موبايل موجود حاليا احسن من اي كمبيوتر كان موجود من 50 سنه. على فكره الكمبيوترات من حوالي 50 سنه كانت قد الاوضه اللي انا قاعد فيها مثلا، بس على الرغم من التطور الجامد قوي ده الا ان في مشاكل كتير الكمبيوترات اللي موجوده حاليا مش عارفه تحلها، ومفيش اي ضمانات ان احنا نعرف نعالج المسائل المعقده اللي موجوده حاليا باستخدام الكمبيوترات اللي موجوده حاليا مهما كانت متطورة. واحدة من المشاكل دي بتتمثل في الترانزستورات، ودي من الوحدات الأساسية اللي بنستخدمها في الذاكرة والمعالجات، واللي المطورين حاليا بيحاولوا ان هم يقللوا حجمها اكتر واكتر، عايزين يخلوها قد الذرة كده، بس ايا كان مش هتقل عن كده. لكن لو عاوزين نعمل كمبيوتر اصغر واقوى من اللي موجود حاليا، يبقى لازم نغير آلية الحوسبة بشكل جذري، والدخول لعالم الذرات هيفتح لنا باب كبير جدا باستخدام الحواسيب الكمومية وبمعالجات اسرع بملايين المرات من المعالجات اللي موجودة حاليا، ودي حاجة كويسة جدا. بس الحوسبة الكمومية معقدة اكتر بمئة مرة من الحوسبة العادية الموجودة دلوقتي. طبعا الكمبيوتر اللي موجود حاليا اهدافه كلها عامة ومعروفة للناس كلها، لدرجة ان في انواع كتير من اللابتوب اللي موجودة حاليا لو فتحتها من جوه هتلاقي محتوياتها اكبر من آلة حاسبة عادية بحاجات بسيطة قوي، وبيتبع سلسلة من المعلومات عن طريق البرامج. اي كمبيوتر بيقوم على حالتين، التخزين والمعالجة، بيحصل باستخدام قواطع اسمها الترانزستور. اي ترانزستور في حالتين، اون واوف، زي اي لمبة عادية بصغار. لو الترانزستور متوصل هيخزن العدد واحد، وإلا هيخزن العدد صفر. والسلسلة الطويلة جدا من العددين صفر وواحد ممكن نخزن فيها اي رقم او رمز باستخدام طرق الترميز. كل واحد او صفر اسمه رمز ثنائي او بت. الكمبيوتر بيعمل العمليات الحسابية باستخدام حاجة اسمها البوابات المنطقية، واللي بيبقى فيها كذا ترانزستور مربوطين ببعض. كل اللي انا قلته ده مقدمة بيتبعوها في تكنولوجيا الكمبيوتر العادي. حاجة كده كان لازم اقولها لكم علشان نفهمها، علشان نقدر نفهم بعد كده مبدأ الحوسبة الكمومية اللي هتنقلنا من عالم بتحكمه قوانين الفيزياء الكلاسيكية لعالم مليان حاجات غريبة مفهوش اي شيء تقليدي. هحاول بقى افك لكم تعقيد المبدأ الكمومي اللي هيتعمل على اساسه الاجيال الجاية من الحواسيب الكمومية. نظرية الكم من فروع الفيزياء اللي بتحكم عالم الذرات والجزيئات المتناهية الصغر اللي هي جوه الذرة. الذرات ما بتتصرفش زي اي حاجة موجودة في العالم. لما نروح لمستوى الذرات كل حاجة بتتغير، قوانين الفيزياء الكلاسيكية ما بتشتغلش نهائي. بيقول ريتشارد فاينمان، وده من اشهر الفيزيائيين في القرن العشرين، ان لما الحاجات تكون صغيرة قوي بتتصرف بطريقة ما شفناهاش قبل كده ولا اختبرناها قبل كده. لو انت درست الضوء قبل كده في المدرسة او في الجامعة فانت عندك خلفية بسيطة عن نظرية الكم. ممكن تكون عارف ان حزمة الضوء بتتصرف كأنها متكونة من جزيئات، واحيانا بتتصرف كأنها موجات طاقة مهتزة. هو ده بقى ثنائية الجزيء والموجة. طبعا فكرة الجزيء والموجة غريبة بالنسبة لك، صعبة شوية، بس الحاجات الغريبة والمجنونة دي هي اللي بتحصل في النظرية الكمومية. من اشهر الامثلة ان ممكن حاجة تكون في حالتين في نفس الوقت هي قطة شرودنجر. يعني في النظرية الكمومية ممكن القطة تكون حية وميتة في نفس الوقت. بس ده ايه علاقته بالكمبيوتر الكمي؟ خلينا كده نفترض مع بعض ان احنا هنفضل نقلل حجم الترانزستور لحد ما نوصلها لحجم الذرة، تبقى مش خاضعة لقوانين الفيزياء الكلاسيكية، ونخليها تخضع لقوانين ميكانيكا الكم. فهل ممكن النوع ده من الكمبيوتر يعمل حاجات ما تقدرش عليه الكمبيوترات اللي موجودة حاليا؟ لو هنفترض ان احنا عن طريق المعادلات الرياضية قدرنا نتنبأ باللي تعرف تعمله، فهل ممكن نخلي النوع من الكمبيوتر ده يشتغل على ارض الواقع؟ يعني الحوسبة زائد الكمومية بتساوي الحوسبة الكمومية. المكونات الرئيسية في الكمبيوتر العادي بتات، سجلات، بوابات منطقية، خوارزمية، كل ده هيبقى موجود في الكمبيوتر الكمي. بس بدل البت هيبقى الكوانتم بت، بس بتختلف بقى اختلاف تام. البت بتاع الكمبيوتر العادي ممكن يخزن صفر او واحد، لكن الكمي ممكن يخزن صفر او واحد او صفر وواحد مع بعض. مش بس كده، ده ممكن يخزن اي عدد من القيم من الصفر للواحد، ممكن يكون في كذا حالة في نفس الوقت، وده جنان رسمي. خلونا نرجع كده ورا شوية، ان الضوء ممكن يكون جسيم وموجة في نفس الوقت. بأوضح طريقة ممكن تفهمك فكرة تخزين البتات الكمومية هو التراكب. مبدأ التراكب باختصار ان ممكن موجتين ممكن يجتمعوا او يتراكبوا مع بعض ويكونوا موجة ثالثة متكونة من الاتنين.
الاتنين دول. لو معاك ناي مثلا ونفخت فيه فهيتملي بموجة هوائية اهتزازية متكونة من عنصرين، موجة التردد الاولى النوتة الموسيقية الاساسية اللي بتعزفها، والتانية عدد كبير من الموجات اللي هي اسمها التوافقيات واللي تردداتها مضاعفات التردد الاساسي. الموجة اللي في الناي فيها كل الموجات مرة واحدة، وتجمعت كل الموجات دي مع بعض وطلعت صوت موجة واحدة. البتات الكمومية بتستخدم مبدأ التراقب ده نفسه، وبتمثل عدد قيم رقمية بشكل متزامن وبنفس الطريقة. بما ان الكمبيوتر الكمي يقدر يخزن عدة ارقام في نفس الوقت، يبقى اذا يقدر يعالجهم بشكل متزامن. يعني بدل ما الكمبيوتر العادي يشتغل بشكل متسلسل، فالكمي يقدر يشتغل بشكل تفرعي. لكن لو حاولت تكتشف عن طريق القياس حالة البت الكمي، فالتعددية اللي هي في الحالات دي هتتلاشى وهتنهار لحالة واحدة بس. القيمة دي هي نتيجة عملية المعالجة اللي انت عملتها، وكل التقديرات بتقول ان الكمبيوتر الكمي هيكون اسرع بملايين المرات من الكمبيوتر العادي. حتى كل العلماء اجمعوا على ده. لحد هنا خلصت حلقتنا، والمصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.